مش هتجوز ممثلة، ازاي احمد العوضي ناقد نفسه بجوازه من ياسمين عبد العزيز؟ يا ترى احمد العوضي كذب على نفسه لما اتجوز ياسمين عبد العزيز اللي بتشتغل ممثلة، مع انه ما كانش مرحب بالمبدأ قبل كده وقال مش انا الراجل اللي اتجوز ست بتشتغل ممثلة وتتبس في الافلام وحد غير يحضنها، ولبس وش الراجل الشرقي القفل زي ما بيقولوا، وقال ان مش هو الراجل اللي يقبل على نفسه يكون مع واحدة تعمل اي مشهد جريء زي بوسة او حضن او حتى مسكة ايد، وقال ان هو كمان بيرفض يعمل النوعية دي من الأفلام أو المسلسلات، وبيرفض تماماً المشاهد الساخنة، وشايف إن مش هو الممثل اللي يبوس واحدة في فيلم أو مسلسل، ومش هو ده المشهد اللي هيثبت للمتفرج إنه بيحب الممثلة اللي قدامه، وإنه مش محتاج يعمل النوعية دي من المشاهد، علشان الحب ليه لغات تانية كتير غير التلامس أو المشاهد، اللي ممكن تخدش حياء اللي بيتفرج، بس المفاجأة إن أحمد العوضي نسي كل الكلام ده، واتجوز ياسمين عبد العزيز، وقال في كل التصريحات في كل الأماكن بعد ما اتجوزها إنه حبها وعشقها، وما جابش سيرة انه رافض تقديمها اي نوع من المشاهد، بس لاجل الامانة ياسمين من ساعة ما اتجوزت العوضي وهي ما شاركتش في فيلم جريء ولا عملت مشهد ممكن يخدش حياء الناس، وشكل الاتنين متفقين في افكارهم انهم يقدموا مسلسل او قصة تفيد الجمهور، لان العوضي قال قبل كده انه حتى لو في السياق الدرامي ما يقدرش يقدم مشاهد فيها قبولات، وياسمين في الغالب اتفقت معاه انها مش هتقدم حاجة تحس انها مكسوفة من نفسها بعد كده، لان العوضي قال مبدأه في التمثيل انه ما يقدمش حاجة ملهاش هدف، وشفنا الاتنين مع بعض عاملين دويتو حلو جدا في ضرب نار، وخلوا الجمهور يشوفهم ويتشوق كل يوم لحكاية مهرة وجابر، وقدروا ينجحوا ويدخلوا قلوب الجمهور من غير مجهود، واعتمدوا على الأداء الصادق وحكايتهم إن مهرة اللي من المنطقة الشعبية حبت جابر الراجل الصعيدي اللي هربان من الطار، وقرروا الاتنين يكملوا حياتهم سوا، صحيح عدوا بمشاكل وبعدوا عن بعض 7 سنين، ومهرة اتجوزت راجل غيره، بس في الآخر اعترفت له إنها لسه بتحبه، وهنشوف الحلقات اللي جاية الكوماندا هيعمل ايه مع مهره.